ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور محمد فريد. إن شاء الله هنشرح النهاردة بإذن الله الدرس الرابع، ويشمل النشاط التاسع والعاشر والحداشر، وإن شاء الله يكونوا سهلين وبساط ونقدر نسهلهم على قد ما نقدر. ومعانا الطالبة ساجدة بإذن الله في فيديو النهاردة. أول حاجة كده عندنا ده طبعا هنحتاج فيه الدرس بتاع أول نشاط معانا اللي هو نشاط تسعة، ده بيتكلم عن البحث العلمي تيارات الحمل الحراري ودورة الماء. طبعا من الاسم كده واخدين بالنا إن إحنا هنستعمل الحمل الحراري أو الدرس اللي موجود فيه تيارات الحمل الحراري والشرح بتاعها، فأتمنى تكونوا مذاكرينه عشان بإذن الله يفيدنا النهارده في النشاط ده بالذات. أول حاجة بيقول لي إيه اللي هيحصل لو إيه اللي هيحصل لو حطينا الماء البارد أو وضعنا الماء البارد في ماء ساخن. مبدئيا كده إحنا عارفين تيارات الحمل دي بتتأثر بدرجة الحرارة، ففي لو في جزيئات ماء أسخن من الجزيئات الأخرى، لو في جزيئات بتبقى ماء ساخن وجزيئات ماء بارد، طبعا بتكون درجة الحرارة دي عامل مؤثر في اختلاف وجود أو المنطقة اللي بيتواجد فيها الجزيئات المية دي. فطبعا جزيئات الماء الساخن دي، طبعا جزيئات الماء الساخن دي بتكون درجة حرارتها أعلى، وبالتالي بتكون كثافتها أقل، وبتكون هي المرتفعة الأعلى لفوق. فطبعا وجود البرطمان سواء البارد أو الساخن أو اللي احنا هنعملهم دلوقتي في التجربة بتاعت دلوقتي هيبقى طبعا فارق معانا جدا. احنا هنحط البرطمان البارد ده سواء من فوق أو من تحت. فدلوقتي عاملين قدامنا الشكل بإذن الله زي ما احنا شايفين، بحيث هيكون البرطمانين بالمنظر اللي انا هرسمه دلوقتي، واحد هيكون معدول بالمنظر ده وواحد هيكون مقلوب بالمنظر ده فوقيه، بحيث ان الفوهتين يكونوا في وش بعض ويكون في اتصال ما بينهم. وبس قبل ما نعمل اتصال ما بينهم هيكون في كارت ما بينهم اللي احنا هنتكلم عليه، او بطاقة كده هنحطها بتكون متغلفة بالبلاستيك عشان ما تتأثرش بالمية، وهنشيلها مرة واحدة. ليه هنشيلها؟ عشان نبتدي يحصل كونكشن او الاتصال ما بين البرطمانين والسائل اللي جواهم. بعد ما يتشال هنشوف انتقال الميه من فوق لتحت او مش هتنتقل او من تحت لفوق، الكلام ده كله هنشوفه باذن الله في التجربه اللي معانا دلوقتي باذن الله. اول حاجه في الادوات اللي معانا عندنا اتنين برطمان زجاجي شفاف، وبعد كده هنستعمل الوان طعام بيفضل الاصفر والازرق، وماء ساخن وبارد، بطاقه لعب اطفال، بطاقه لعب او بطاقه فلاسه معلقه بالبلاستيك، يعني زي ما هو قايل لنا كده بطاقة لعب أو بطاقة فهرسة مغلقة مغلفة بالبلاستيك. زي ما احنا شايفين دلوقتي الرسمة، هحاول أكبرها لكم شوية. زي ما انتوا شايفين البرطمانين بالمنظر اللي أنا حاولت أرسمه في الأول، وبيورينا إن في بطاقة في النص، دي هنحاول طبعا نشيلها بعد كده عشان يبتدي يحصل اتصال ما بين البرطمانين. طيب أول خطوة معانا هنشوفها وننفذها على الرسمة. بيقول لي اول خطوه املى برطمانا من الماء الساخن وبرطمان اخر بالماء البارد. ده طبعا زي ما قلنا في الاول عشان يبقى فيه اتصال بعد كده لما نيجي نوصل البرطمانين، ونشوف الماء الساخن والبارد هيتنقلوا ازاي او مش هيتنقلوا او الكلام ده كله. وطبعا زي ما قلنا بيفرق وضعيه الاعلى والاسفل فيهم. تاني خطوه معانا اضيف لون الطعام الازرق الى برطمان الماء البارد، ولون الطعام الاصفر الى برطمان الماء الساخن. تالت خطوه بيقولها لي هنغطي البرطمان البارد ده ببطاقه اللعب او بطاقه الفلاسه دي المغلفه، وطبعا هيكون عادي. ده البرطمان البارد ده كله هيبقى عليه المنظر ده البرطمان، وفي البطاقة هتبقى عليه من فوق كده. طيب الخطوة اللي بعدها هنقلب البرطمان والبارد ده رأسا على عقب، يعني هنقلبه زي ما احنا شفنا دلوقتي انا رسمت لكم هيبقى المنظر ده، احنا هنخليه العكس. طيب وبعد كده بعد ما اقلب البرطمان البارد ده رأسا على عقب، بحيث هنكون تتلامس فتحتين البرطمانين زي ما قلنا في الرسمة اللي في الأول، ان يكون وشهم في وش بعض بالمنظر ده او الفوهتين في وش بعض، عشان لما نشيل الكارت يحصل اتصال ما بين الميتين، الميه اللي موجوده في البرطمان ده والميه اللي موجوده في البرطمان ده. وبعد كده بيقول له تفصل بينهما البطاقه ثم ازل البطاقه كما بالشكل المقابل وسجل ملاحظاتك. طيب هنعمل كده بس؟ لا، ده احنا كمان هنكرر التجربه دي كلها بوضع برطمان الماء البارد في الاسفل وبرطمان الماء الساخن في الاعلى، ونسجل الملاحظات. دلوقتي مثلا يا ساجده لما اجي اسالك سؤال، هل هيختلف ان احنا نحط البرطمان البارد سواء فوق او تحت ولا مش هيختلف؟ طبعا هيختلف. طب ليه؟ عشان اختلاف درجة الحرارة. بالظبط، اختلاف درجة الحرارة بين البرطمانين ده هيرشح لي طريقة ان هو يتحرك فيها الماء الساخن، فلو الماء الساخن تحت هيبتدي يحاول ان هو يتحرك فوق عشان بتبقى كثافته اقل، او كثافة جزيئات الماء بتكون اقل، وده اللي هنشوفه دلوقتي في الملاحظات والنتائج. طب لو هو فوق اصلا مش هيحاول يتحرك خالص، لان هو كده كده في الموضع اللي مريحه، وهي جزيئات المايه دي بتكون كثافتها قليله، فبتكون طبعا في اي موضع بتكون في الموضع اللي فوق. فدلوقتي قبل ما نرسم الرسمه او السهم او الكلام اللي احنا شايفينه قدامنا هنقول الملاحظه وهنشرحها باذن الله مع بعضينا. اول حاجه بيقول لي عند وضع برطمان الماء البارد فوق برطمان الماء الساخن وازاله البطاقه، ايه اللي هيحصل؟ شايفين المنظر اهو قدامنا، اختلط الماء الاصفر بالازرق مما ادى الى تكوين اللون الاخضر بالمنظر ده. ده كله ليه؟ عشان البرطمان الماء البارد بيكون فوق اللي هو كان هنا،
والماء الساخن بيكون تحت. فالميه السخنه دي بتحاول تطلع لفوق، طبعا ان هي كانت باللون الاصفر هتبتدي تحاول تطلع لفوق عشان كثافتها بتكون اقل، والماء البارد ممكن يتحرك شويه لتحت او الكلام ده لان كثافته بتكون اعلى. بس اكتر حاجه احنا شايفينها ان الماء طبعا الساخن بيكون اتحرك لفوق عشان ينقل نفسه، ليه؟ هو كثافته اقل بينقل نفسه في الاعلى. طيب قلبنا بقى الموضوع وحطينا الماء الساخن اصلا فوق من غير اي حركه، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل معانا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، الماء الساخن هيفضل مكانه لان هو كثافته كده كده اقل، والماء البارد هيفضل او هيكون تحت. طيب الماء البارد احنا شايفينه هو باللون الازرق، والماء الدافئ او الماء اللي هو بيكون درجه حرارته اعلى طبعا موجود فوق عادي، ما حاولش يتنقل حتى لان هو كده مرتاح وكثافته هو اقل فبيكون فوق. فبيقول هنا عند وضع البرطمان الماء الساخن فوق برطمان الماء البارد وازاله البطاقه لم تختلط الالوان. فهمنا ليه ساكده ان هي ما بتختلطش؟ عشان درجه حرارتها بتكون اعلى فبتكون مرتاحه في المكان اللي هي فيه فوق لان كثافتها اقل. فهمنا؟ طب تمام. طب سؤال بعد، قبل ما نقول التحليل والاستنتاج للكلام ده، طب يا ساجده لو قلبنا البرطمانين اللي هما في المنظر اللي معانا دلوقتي ده وخلينا الماء الساخن نزلناه تحت والماء البارد طلعناه فوق، هل الماء الساخن او اللي هو الاصفر اللون الاصفر واللون الازرق بتاع الماء البارد هيختلفوا ولا مش هيختلفوا؟ اختلفوا عشان طب ليه هيختلفوا؟ عشان هما اختلطوا مع اختلطوا. يبقى ليه قلنا هيختلفوا يا ساجده؟ عشان اختلاط الماء. طب تمام، اختلاط الماء ده ليه هيحصل؟ لان الماء الساخن هيكون ساعتها تحت وهيحاول يوصل للمكان المفضل ليه اللي هو فوق بسبب ان كثافته بتكون اقل. ندخل بقى على الاستنتاج زي ما قلنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. بيقول لي تحليل الاستنتاج اول حاجه معانا ان الماء الساخن اقل كثافه من الماء البارد، لذلك تحرك الماء الساخن لاعلى والماء البارد لاسفل. طيب اختلاف درجه حراره الماء يسبب اختلاف كثافه جزيئات الماء، وده كان الاستنتاج الثاني معانا، فهيسبب حدوث ايه؟ تيارات الحمل الحراري اللي احنا قلنا عليها. وعشان كده لو احنا قلبنا البرطمانين في الحاله دي هيرجع برده وهنشوف اللي حصل في الناحيه الثانيه نفس الموضوع، وهيتكون اللون الاخضر معانا وهيختلف اللون الاصفر والازرق اللي كانوا موجودين معانا. ليه؟ عشان بتكون كثافتها اقل الماء الساخن وبالتالي هيبتدي يتحرك لاعلى. وبكده هنكون خلصنا نشاط 9، وهنشوف دلوقتي مع بعض باذن الله نشاط رقم 10 اللي بيتكلم على الرياح على الارض. الرياح على الارض بيقول ان بتمتلك الارض نظام رياح يشمل الكره الارضيه كلها، وبيتكون او يتكون من رياح تهب في اتجاه ثابت على مدى فترات زمنيه طويله او على مدى فترات طويله من الزمن. ده بيؤثر بقى بعد كده نيجي نقول ان بيؤثر في تحليل اتجاه الرياح ده عندنا عاملين مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه هنقولها وهي الاشعاع الشمسي، وتاني حاجه او كميه الاشعاع الشمسي، وتاني حاجه دوران الارض حول محورها. طيب كميه الاشعاع الشمسي، فاكره يا ساجده لما اتكلمنا قبل كده على الحمل الحراري او التسخين الغير متساوي ونشأة الرياح، ان بيحصل فيه تسخين درجة حرارة عالية في اماكن فيبتدي الهواء فيها يسخن، درجة حرارته درجة كثافته بتاعته بتقل وبتبتدي ترتفع ويجي مكان هواء تاني والكلام ده كله؟ ايوه بالظبط، ده بالظبط اللي احنا بنقوله دلوقتي، بس باختصار عشان احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان كمية الإشعاع الشمسي دي بتؤدي الى التسخين غير المتساوي لسطح الارض. ليه؟ فاكرة برضه اما قلنا التجربة بتاعت البالونة والكشاف؟ ايوه كنا اتكلمنا ساعتها في تجربة البالونة دي ان ممكن نمسك بكشاف نركز اشعة الكشاف دي على مكان معين في البالونة، زي بالظبط ما الشمس متركزة في خط الاستواء عندنا في الكرة الارضية بتكون درجة حرارتها اعلى لان التركيز بيكون اعلى، لان بتكون المساحة المتعرضة للشمس اقل وبالتالي بتبقى تركيز الاشعة بتاعتها اكتر، فبتحصل على اشعة شمس اكتر فبتكون درجة حرارتها اعلى. انما لما بتكون الشمس اشعة الشمس مائلة او مش عمودية، احنا كنا بنتكلم في الاول اشعة عمودية تبتدي تميل شوية توصل لمناطق معتدلة، تبتدي تميل أكتر توصل لإيه؟ للقطبين، ودي مناطق قلنا ساعتها إن هي شديدة البرودة. بالظبط، المناطق بيكون المائلة أكتر دي لأن بيكون توصيل الشمس ليها بيكون بزاوية مائلة أكتر وبتكون تركيزها أقل، فبالتالي بتكون درجة حرارتها أقل وبتكون شديدة البرودة. عشان كده هنا بنيجي نتكلم على العاملين المؤثرين في اتجاه الرياح. اول حاجه كميه الاشعاع الشمسي اللي بيؤدي اصلا الى تسخير غير متساوي لسطح الارض، وتاني حاجه دوران الارض حول محورها، وده العامل الجديد اللي ما كناش واخدينه قبل كده، وده بيغير اتجاه الرياح طبعا او الذي يغير اتجاه الرياح. تكوين الرياح بقى لما بنيجي نتكلم عليه، احنا لسه قايلين ان الرياح بتتكون لما قلنا بسبب اختلاف توزيع درجه الحراره او اختلاف التسخين الغير او التسخين الغير متساوي على سطح الارض. اختلاف التسخين ده بيسبب ان الرياح بتبقى موجوده. طب ازاي؟ في خطوتين مهمين جدا جدا هنقولهم دلوقتي في تكوين الرياح. اول حاجه بيقول ان هنا بتكون او يتولد نظام الرياح بسبب اختلاف درجات الحراره اللي انا لسه قايله على سطح الارض. اول حاجه بتحصل
تسخين الشمس. تسخين الشمس ازاي الشمس بتسخن؟ بتسخن الهواء القريب من سطح الارض بتاع احنا اللي موجود، فبيرتفع لاعلى. نيجي نشرح على الرسمه، هنلاقي الهواء اهو بيبتدي يسخن ويبتدي يرتفع ايه لاعلى. يجي بقى طبعا مكان الهواء هنا هيبقى فراغ او فاضي، لا بيجي هواء بارد مكانه يحل محله ويبقى اتجاه الريح زي ما احنا شايفين على السهم الاخضر ده. ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي يتنقل الهواء البارد ويحل محله زي ما احنا شايفين اتجاه حركة الرياح. طب هل كده اثر على اتجاه الرياح ولا ما اثرش؟ هل الرياح اتكونت ولا ما اتكونتش؟ طبعا اتكونت. ليه؟ عشان في هواء دافي ارتفع لاعلى، عايزين يحل محله هواء تاني وهو الهواء البارد اللي بيجي مكانه. طيب يبقى اول خطوة قلنا بتسخن الشمس الهواء القريب من سطح الارض فيرتفع لاعلى. تاني خطوة بقى احنا مش لسه قايلين في هواء بارد بيجي مكانه؟ هو ده اللي بيقولوا لي دلوقتي، ان بيتدفق الهواء البارد من مكان قريب عشان يحل محل الهواء الدافي. تمام كده يا ساجده؟ تمام. هنشرح دلوقتي حاجه اسمها تاثير الرياح على دوره الماء وتكون الصحراء. هنشوف الصحراء ازاي بتتكون او ايه اللي بيسبب او يؤدي لتكوينها. وطبعا احنا واخدين قبل كده الرياح ودوره الماء، فهيبقى الموضوع سهل ان شاء الله. تاثير الرياح بقى زي ما قلنا هنتكلم عليه دلوقتي على دوره الماء وتكوين الصحراء. طيب ارتفاع الهواء، احنا مش لسه قايلين لما الهواء بيرتفع درجة الحرارة بتاعته بيطلع ببخار الماء يطلع لفوق؟ فبالظبط بيقول لي ارتفاع الهواء الدافي اهو الرطب، وده طبعا رطب عشان وجود بخار الماء الاقل كثافة، بيكون بيرتفع او بيرتفع لفين؟ لاعلى. ده بيؤدي لايه؟ طبعا احنا بيطلع الهواء فوق الدافي لفوق يا ساجدة، لما بيطلع لفوق بيبقى فيه بخار مية. ايوه. طيب البخار المية ده بيحصل له ايه في السحب فوق؟ بتكثف. بالظبط. فدلوقتي بنبقى منتظرين بعد كده بيؤدي لايه؟ بيبقى منتظرين سقوط الامطار حيث يبرد الهواء ويفقد بخار الماء على هيئة مطر، يبتدي يتحرك المطرة دي بتنزل. أول ما ينزل بعد كده درجة حرارتها يبتدي ينزل المطر ده ويفقد بخار الماء على هيئة مطر، يبتدي ينزل زي ما قلنا عشان بيطلع الهواء الرطب الدافئ، ويبتدي يحصل له التكثف والكلام ده. وبنبقى منتظرين طبعا بعد كده سقوط الأمطار، سقوط الأمطار اللي هو حيث يبرد الهواء ويفقد بخار الماء على هيئة مطر. طيب الهواء اللي ارتفع ده مش احنا بنبقى محتاجين حد يجي يحل محله؟ أيوه. بالظبط. ده خلاص ارتفع، بيبقى عايزين هوا تاني بارد يحل محله، فبيقول هنا بقى يتدفق هبوط الكتل الهوائيه البارده الجافه، وخلي بالنا من كلمه الجافه دي لان هي اللي هتساعد في تكوين الصحراء بعد كده. فبيبتدي يتدفق هبوط الكتل الهوائيه البارده او الجافه لاعلى كثافه عشان تحل محل الهواء الدافئ الصاعد. طب ده بيعمل ايه؟ بيعمل تكوين صحاري، حيث بيساهم الهواء الجاف ده في تشكيل مجموعه من الصحاري الجافه حول الكوكب. زي ما قلنا ناخد بالنا من كلمه الجافه عشان تكوين الصحاري بعد كده. فبيؤدي اليه الكلام ده كله اللي هو تدفق الهبوط او الكتل الهوائيه البارده تكوين الصحاري، حيث يساهم الهواء الجاف في تشكيل مجموعه من الصحاري الجافه حول الكوكب. يبقى تاني بيؤدي اليه تكوين الصحاري، حيث يساهم الهواء الجاف في تشكيل مجموعه من الصحاري الجافه حول الكوكب. طبعا انا اقول في اوقات حاجات بقولها باختصار، الكتاب قدامكم وتقدروا باذن الله ترجعوا له في اي وقت، والفيديو معاكم ان شاء الله. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان بعد كده بيرجع في النهاية الهواء ده لنقطة البداية بتاعته ونفس المكان، بيرجع مرة تانية عشان يكمل دورة جديدة. وبكده نبتدي من اول وجديد. بإذن الله في اخر نشاط معانا النهاردة نشاط رقم 11، وبيقول لي سجل ادلتك عالم. هنسجل ادلك عالم ازاي؟ اول حاجة بيقول لي التساؤل هنا عندنا ايه دور المية والرياح واشعة الشمس في انتقال الطاقة خلال دورة الماء. مبدئيا كده بالراحة هو بيقول لي دور ايه؟ تلات حاجات، المية والرياح واشعة ايه؟ الشمس. المية والرياح وإيه؟ وإشعة الشمس. وإشعة الشمس، تمام جدا. طبعا احنا عارفين إن إشعة الشمس دي اللي بتسبب ارتفاع درجة الحرارة من خلال التسخين، والمية دي اللي بتتحول بعد كده زي ما قلنا لبخار ماء ويبتدي يرتفع، والرياح دي اللي بتنقل بخار الماء من سطح الأرض للغلاف إيه؟ الجو. طيب التلات حاجات دول هنعرفهم إزاي؟ أول حاجة بيقول الفرد بتاعي هنا إن بيقول لي زي ما اتكلمنا دلوقتي اللي أنا بقوله، إن بتوفر إشعة الشمس الطاقة اللازمة لتبخر الماء الذي يخزن تلك الطاقة. بيبقى اول حاجه اشعه الشمس بتتسبب هو في الحصول ان احنا بنحصل على بخار الماء، وبخار الماء ده بيبقى طاقه طبعا لان بيكون متسخن فبيخزن تلك الطاقه. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده من الرياح؟ تنتقل الرياح دي بقى، تنقل الرياح الطاقه دي عبر نقل بخار الماء في الغلاف الجوي زي ما قلنا بالظبط. طيب ايه الدليل على اللي احنا قلناه دلوقتي يا ساجده؟ معانا تلات ادله على تلات حاجات دلوقتي. اول حاجه هنكبر الصوره شويه عشان تشوفها معانا. اول حاجة انخفاض مستويات الماء والماء في البرك والبحيرات بسبب تبخر الماء بفعل اشعة الشمس، فده دليل عندنا ان في فعلا بخار مياه بيطلع، ان المستويات بتاعت المياه في البرك والبحيرات دي بيحصل له ايه؟ بينخفض. ده طبعا بسبب ايه؟ بسبب تبخر الماء بفعل اشعة الشمس. ده اول حاجة. تاني حاجة معانا
ممكن كمان ان احنا نقيس ونشوف حركة او نلاحظ حركة الرياح دي اللي بتنقل بخار الماء والطاقة من مكان الى اخر. يعني يمكن ملاحظة وقياس حركة الرياح، اني رياح اللي هي بتنقل بخار الماء والطاقة من مكان الى اخر. ده تاني دليل معانا. تالت حاجة بقى، مش بنلاحظ يا ساجدة ان احنا لما بتيجي الدنيا تمطر ممكن نشعر بعديها بشوية ان في درجة حرارة، بنشعر بدفء شوية وتلاقي درجة حرارة اختلفت شوية. ده ليه؟ المطرة لما بتنزل ده ممكن بيحصل معاها بسهولة جدا ان احنا نلاحظ الموضوع ده، لان اول ما تنزل بيبتدي بخار المية ده يفقد الطاقة اللي اكتسبها قبل كده اللي هو كان متسخنها اصلا، ويبتدي يفقد الحرارة دي، فهنا بيقول لك نشعر بدفء اكبر. سقوط الامطار نتيجة ايه؟ تكثف بخار الماء وفقد الطاقة التي اكتسبها، لان لما بينزل كده خلاص هو فقد الطاقه بتاعته وتكثف، بقى بخار الميه ده يتحول لماء اللي هي زي ماء الامطار، ويبتدي يفقد الطاقه اللي اكتسبها. فتلات ادله عندنا زي ما قلنا دلوقتي. اول واحده انخفاض مستويات الماء في البرك والبحيرات بسبب تبخر الماء بفعل اشعه الشمس. وتاني حاجه بسرعه كده ان هي كانت ان احنا ممكن نلاحظ ونقيس حركه الرياح اللي بتنقل بخار الميه دي والطاقه من مكان للتاني. تالت حاجه ان احنا ممكن نشعر بالدفء عقب سقوط الامطار. ليه؟ نتيجة تكثف بخار الماء وفقد الطاقة اللي اكتسبها. نتيجة ايه؟ نتيجة تكثف بخار الماء وفقد الطاقة اللي اكتسبها، لان اتحول هنا عندنا من الحالة الغازية للحالة السائلة. بالظبط، الله ينور عليك يا سيد. طيب عندنا بقى التفسير العلمي للكلام ده، هنقوله دلوقتي مع بعض. التفسير العلمي كده قبل ما نقول اي حاجة بيقول لي ان دورة الماء دي عملية طبعا طبيعية، وبتشمل تحول الماء من بين الحالات بتاعتها سواء سائلة او صلبة او غازية على سطح الارض. بيتحكم بقى في دورة الماء دي هنتكلم فيها عدة عناصر، وهما تلات حاجات هنقولهم دلوقتي مع بعضينا. بيتحكم في دورة الماء عشان هنقولهم دلوقتي عندنا عدة عناصر، وهما تلات عناصر أساسية هنتكلم عليهم دلوقتي. مبدئيا كده، ايه يا ساجدة الحاجة اللي أنا بحتاجها أصلا عشان تسخن الأرض أو تسخن المية عشان يحصل لها تبخير؟ إشعة الشمس. بالظبط كده. فاحنا مبدئيا كده أول حاجة محتاجينها إشعة الشمس عشان تسخن أصلا المية دي، عشان في الاساس نكون بخار ميه، والبخار الميه ده يكون لي بعد كده سحب. تاني حاجه، لو انا بنتكلم على العناصر الاساسيه عندنا اشعه شمس وهنسخن اهو، ايه اصلا الحاجه اللي انا بسخنها عشان اكون بخار الميه؟ هو الماء. بالظبط كده. فتاني حاجه هستعملها هي المياه. يبقى دلوقتي عندي اشعه الشمس اللي هسخن بيها، وعندي الميه اللي هتتسخن. طب فرضنا خلاص كوننا الميه وبخار الميه والكلام ده كله، هيبتدي هيفضل موجود بخار الميه في مكانه، ولا هنبتدي ننقله؟ هنحتاج حاجة تنقله طبعا. ايه اللي هنحتاجه عشان ننقل بيه زي ما قلنا؟ الرياح بنحتاجها عشان تنقل بخار المية ده طبعا من سطح الارض او من التجمعات المائية دي او اي مكان اللي بتبخر فيه، عشان ننقله لغاية في الجو فوق ونكون السحب والكلام ده كله. طيب كوننا السحب وعملنا خلاص البخار الماء ده ارتفع لاعلى بسبب ان كثافته بتكون قليلة زي ما اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وارتفعت لفوق. خلصنا الكلام ده كله، محتاجين حاجة دلوقتي عشان تحل محل الهواء الدافي ده اللي هو الهواء البارد. بالظبط كده يا ساجده. طيب دلوقتي عندنا هواء بارد خلاص موجود، بس طبعا في مكان تاني عايز اخليه يجي عشان يحل محل الهواء الدافي اللي هو ارتفع لاعلى ده وعملنا فيه بخار الماء ونقلناه والكلام ده كله. طيب ايه اللي هينقل لي برضه الهواء البارد ده مكانه؟ الرياح. بالظبط كده. يبقى انا عندي كده في حاجتين بتعملهم، يعني الرياح ليها وظيفتين معايا دلوقتي هنقولهم، وبعد كده هنقول كلام الكتاب كله. بس احنا دلوقتي عندنا حاجتين انا بحاول اصر عليهم عشان تفهمهم اكتر. اول حاجه منهم يا ساجده ان احنا عندنا دلوقتي الرياح بتعملها ايه هي؟ اول الرياح بتعمل حاجتين، اول حاجه ب ب ب بتنقل المياه البخور الماء والهواء الدافئ الى الغلاف الجوي، وتاني طب تاني حاجه معانا احنا دلوقتي نقلناهم خلاص عايزين حاجه تحل محلهم، يبقى تاني حاجه بتعملها ايه؟ بتنقل الرياح الهواء البارد ليحل محل الهواء الساخن والبخور الماء. يبقى بالظبط بتحل محل الهواء الدافئ او الساخن وبخار الميه ده. طيب هنقول دلوقتي اللي موجود في الكتاب. اول حاجه بيقول هو بيتحكم في دوره الماء عدة عناصر، منها اشعه الشمس، ودي قلنا هي المحرك الرئيسي. فدلوقتي برضو عندنا سؤال هنا مهم جدا 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 يا ساجده، لما اجي اقول لك ايه هو المحرك الرئيسي لدوره الماء؟ اشعه الشمس. الله ينور عليك، ده سؤال عشان لو جالكوا اكمل او جيب اي طريقه تبقوا عارفينه بيتجاوب ازاي. فاول حاجه دلوقتي لما نيجي نتكلم عليها اشعه الشمس هي المحرك الرئيسي لدوره الماء عن طريق تسخين سطح الارض والمياه، حيث يحدث تبخر المياه وتكون السحب. ده كمان خلاص. تاني حاجه عندنا هي المياه، لما قلنا احنا عندنا اشعه شمس وعايزين حاجه نسخنها اصلا، ايه هي اللي هيتسخن؟ هي طبعا المياه معانا. يبقى المياه بتقوم بدور رئيسي في نقل الطاقة دي. طبعا المية لما تتسخن بيبقى جواها طاقة، اللي هي بتبقى بخار ماء وبتتحول من حالة سائلة للحالة الغازية. فعندما تتعرض المياه للحرارة من إشعة الشمس أو من الهواء الساخن يحدث تبخر وتتحول من حالة لأخرى.
تالت حاجة معانا وهي الرياح، بتقوم بدور طبعا زي ما قالت زميلتنا ساجدة، وده دور مهم جدا. الرياح دي بتقوم بدور في نقل بخار المية والهواء، طبعا خلاص اتكون بخار الماء، فعايزين ننقل بقى بخار الماء والهواء الساخن ده عبر الغلاف الجوي. عندما يتم تسخين الهواء في مناطق معينة يرتفع الأعلى بسبب انخفاض طبعا الكثافة، وده اتكلمنا عليه قبل كده. طيب ويتم بقى بعد كده ايه تاني حاجة قلتها مع ساجدة، ان بيتم تحريك بعد كده الهواء البارد في المناطق الباردة عشان يحل محله. طبعا احنا خلاص نقلنا الهواء الساخن، فعايزين حاجة تحل محله، فبينزل الهواء البارد. اتمنى ان شاء الله يكون فهمتوا الحتة دي كويس. ولو انتوا بتتفرجوا على الفيديو اللي هو القصير حوالي 4 دقايق تقريبا او 4 دقايق وحاجة بسيطة، ده بيبقى فيديو منفصل عشان كنت عايز اكتب فيه عن الحاجات اللي بتتحكم في دورة الماء، وهي عدة عناصر معانا اتكلمنا عنهم دلوقتي. ممكن تشوفوا الفيديو كامل الدرس الرابع، هتشوفوا الفيديو كامل ان شاء الله نازل برضو موجود، تقدروا ترجعوا له باذن الله لشرح الدرس كامل. ولو حد حابب يلتحق معانا باي دورات او كورسات للعلوم او ساينس او الكلام ده كله، باذن الله تقدروا تواصلوا معانا، وفي ايميل فيسبوك موجود في الوصف تقدروا ترجعوا له، وموجود برضو في الفيديو الثالث ان شاء الله نقدر نفيدكم باذن الله. واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونسلم على زميلتكم ساجده، نشوفك على خير باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.